اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات. اليوم احنا بنتكلم عن الشيفروليه النيو ديزايند ترافيرس موديل 22 وفئه الار اس، الفئه الجديده اللي تم اضافتها على اللاين اب للترافيرس. موديل 22 زي ما احنا شايفين هو فيس ليفت، الار اس طبعا هي فئه اول مره تضاف عندنا، بالبوتاي الاسود، شبك الاسود الرياضي، الالوي ويلز قياس ال 22، مرايه الكروم، ترافيرس باللون الاسود، دخول الذكي على الابواب. ترافيرس طبعا هي شكل رياضي، بيدينا اضافه على خط الفئات الرياضيه عندنا في الشيفروليه. تنزل 7 سيتر، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، اون ستار، واي فاي، 5 كاميرات 3D، فتحتين سقف، اول ويل درايف، شاحن السلك للتليفون، ودب اوتوماتيك.